معالي الوزير، بعد الترحيب بحضرتك هنا في القاهرة وعلى شاشة سي بي سي إكسترا، لدي العديد من الأسئلة عن العلاقات المصرية البحرينية. دعني أبدأ بطبيعة الزيارة المهمة وتقييمك الشخصي لوصول ووجود جلالة الملك هنا في القاهرة، وطبيعة أو تدشين علاقة جديدة بين القاهرة والمنامة، كيف تراها معالي الوزير؟ شكرا أخي العزيز على هذه الاستضافة. أنا سعيد جدا بتواجدي اليوم في بلدي وبين أهلي وأخواني. مصر لها معزة كبيرة. مصر كما قلت دائما هي القلب النابض للعروبة. زيارة جلالة الملك هي زيارة لأشقائه، التقاء بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلبية لدعوة من الرئيس المصري. ما في شك بأن التعاون موجود ومستمر والتنسيق دائما موجود بين البلدين. نحن نعمل في إطار عمل عربي مشترك. هناك حرص من القيادتين في مصر وفي البحرين على متابعة وتنفيذ الكثير من القرارات التي اتخذت. اليوم التعاون مطلوب أكثر من أي وقت مضى. ما تمر به المنطقة اليوم من ظروف سياسية واقتصادية تطلب تضافر الجهود، خاصة بين الدول الشقيقة مثل البحرين ومصر. لذلك تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت جدا مهمة. أخي العزيز، إذا بتشوف حرص جلالة الملك في زيارة مصر تراه في كثير من الأمور، أحد أهمها المستوى التمثيلي للوفد المرافق لجلالة الملك، واللي تمثل في جميع القطاعات سياسية، اقتصادية، إعلام، وفد عسكري. هناك أكثر من 45 من رجال الأعمال يمثلون قطاع كبير من رجال الأعمال والاقتصاد متواجدين في البحرين، التقوا مع أخوانهم رجال الأعمال وسيدات الأعمال في مصر. أنا التقيت بإخواني الإعلاميين ورؤساء التحرير، تحدثت معهم كثيرا. نحن نعمل جاهدين لتطوير هذه العلاقة بشكل يرضي المواطن البحريني والمصري. نحن لسنا هنا لنؤكد هذه العلاقة، بل من باب المسؤولية نسعى لتطويرها للأفضل. تطويرها للأفضل وتنفيذ ما جاء من قرارات واتفاقية. نعم، طب على صعيد ذكر وجود حضرتك كرجل إعلامي بالدرجة الأولى، هل وقعت عدة اتفاقيات أو هناك اتفاقيات بعينها تم توقيعها ونشاط إعلامي؟ بالأمس عقدت قمة بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، ومن ثم تم التوقيع على أكثر من 20 اتفاقية في جميع المجالات، في الشباب، في الرياضة، اتفاقية عسكرية، إعلامية، في السياحة، في الصناعة، في الصحة. بالنسبة للقطاع الإعلامي هناك اتفاقية مع الأخوة في هيئة الاستعلامات، نسعى من خلالها التنسيق الدائم، نسعى من خلالها تبادل المعلومات، التدريب. طبعا الأخوة في مصر لديهم تجربة كبيرة، مصر صاحبة ريادة في هذا القطاع، لديكم قصص نجاح كبيرة خاصة في القطاع الخاص. نحن نرغب في الاستفادة من هذه التجارب. التشريعات الموجودة في جمهورية مصر يجب الاستفادة منها. نعمل دائما على أن يكون هناك تكامل في جميع المجالات، وخاصة في المجال الإعلامي. ما تعرضنا له في البحرين وفي مصر من هجمة إعلامية شرسة، من محاولة جر المنطقة لحروب طائفية، من محاولة تسييس كل نواحي الحياة، هذه المسؤولية تقع على القطاع الإعلامي بالدرجة الأولى. ولذلك ما رأيته اليوم عند التقائي بالإعلاميين من حس وطني ومسؤولية، أنا أعتقد إن شاء الله راح تتطور هذه العملية للأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. على ذكر ما يتم من نشر للفتنة والطائفية في المنطقة وهذا الصراع المذهبي، الكثير من الخبراء والمتابعين للشأن الخليجي تحديدا والشأن العربي عموما يرى أن البحرين هي نقطة التماس في هذا الصراع بين الأمة العربية والدولة الصفوية الإيرانية. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح معالي الوزير؟ والله أخي العزيز، إحنا ما تعرضنا له خلال 5 سنوات من حرب إعلامية، من تدخلات خارجية، لله الحمد تعدينا مراحل كثيرة.
بسبب حكمة القيادة، الصبر. اليوم ما نحصده اليوم من أمان، من استقرار، هو نتيجة لسياسة حكيمة من جلالة الملك المفدى. المحاولات مستمرة والتدخلات مستمرة. اليوم القنوات الإعلامية التي كانت تهاجم البحرين محاولة شق الصف الوطني فشلت، ونحن نؤكد بأن الوحدة الوطنية في البحرين هي التي نراهن عليها. البحرين بلد نموذج في التسامح، نموذج وفي التنوع المذهبي الذي موجود جميع الأديان. لكن هنا سؤالي ربما سياسي بالدرجة الأولى. نعم. هل إيران ترون بأن لها أطماع وأطماح في المنطقة، وبالتالي هي تمارس تلك السياسة لأن لديها مشروع بعينه؟ أخي العزيز، إذا بتشوفها من ناحية إعلامية، في عندنا كثير من الإحصائيات. طبعا احنا لدينا الكثير من الأدلة في هذه التدخلات، وسبق أن أعلنا عنها، ولكن إذا شفت اليوم معدل التدخل الخارجي إعلاميا، تراه من عام 2011 إلى 2015 فقط، إذا اختصرنا الفترة هذه، ترى المعدل هناك تصريح ضد البحرين أو تصريح عدائي أو محاولة لتقويض الأمن أو التحريض بشكل أسبوعي، ويأتي على جميع المستويات للأسف الشديد. طب وهل هذه القنوات التي تقوم بعملية التحريض هي ناطقة باللغة العربية؟ وربما بعضها ينتسبون إلى دولة البحرين. والله أخي لا، للأسف لا أبدا، هي بجميع اللغات، ولكن هي محاولات بائسة ولم تحقق أي شيء. هناك وحدة وطنية، هناك رفض لهذه التدخلات. لله الحمد، مثل ما قلت لك، المواطن البحريني أصبح واعي اليوم ما يدور حوله، وما رأيناه من دمار يحيط بنا في هذه المنطقة في عدد من البلدان العربية، في عدد من الدول. نعم. أصبح المواطن البحريني واعي لهذه الأجندات الخارجية، أصبح يتعامل معها. طب مع الوزير، هل ترى اليمن وسوريا نموذجان لهذا الصراع الطائفي الذي تدخلت فيه إيران وأتى على كل تلك البلدان؟ ما في شك بأن ما يحدث الآن في سوريا وما يحدث في اليمن هو نتيجة لتدخلات خارجية. هذا الأمر لم يكون برأي شخصي مني مثلا. أنا أعطيك على سبيل المثال، احنا في البحرين في 2012 تم تسمية من خلال البرلمان، وهو المتحدث باسم الشعب، تم تسمية الحزب أو المنظمة ما تدعى حزب الله بأنها منظمة إرهابية. واليوم نرى مجلس وزراء الداخلية العرب، ثم الجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد ما قلناه قبل سنوات. طب لماذا الاستهداف من حزب الله للبحرين والكويت تحديدا؟ هل أرى تفسير لذلك؟ والله هذه أجندات خارجية احنا واعين لها ونراها وقادرين على التعامل معها بكل صبر وبكل ثقة. برضو من الأمور المهمة التي نستدعي تستدعي أن نعرف وجهة نظرك فيها، هو سؤال سياسي بحت. القوى العربية المشتركة التي كانت نادت بها مصر وأكد عليها جلالة الملك في لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل ترى بأن بالفعل هذه الظروف التي يعيشها الخليج والعالم العربي تستدعي سرعة إنجاز هذه القوى العربية المشتركة؟ ما في شك، أنا أعتقد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق هذه المبادرة لحرصه الشديد على العمل العربي المشترك. مصر صاحبة ريادة في التصدي لأي عدوان يمس المنطقة. مصر صاحبة ريادة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، من حروب الاستنزاف مرورا بتحرير الكويت، ومن ثم عاصفة الحزم ورعد الشمال، وأخيرا كان في التحالف العربي الإسلامي ضد الإرهاب. لذلك أتى من قائد عربي يعلم ما يحيط بهذه المنطقة من مخاطر، فكان قرار حصل على تأييد رسمي وشعبي. لكن حضرتك ترى بأنه من الضروري إنجاز مثل هذه القوى؟ ما في شك. لأن هناك في تحديات تحيط العالم العربي وتحديدا الخليج. ما في شك، نحن الآن نرسل رسائل إلى الجميع بأننا كعرب نعي ما يدور من حولنا من مخاطر وقادرين على الدفاع عن أنفسنا. البحرين معالي الوزير مشاركة في تضامن عربي يحدث الآن في اليمن، حجم المشاركة وتأثيرها؟ البحرين تشارك دائما اخوانها العرب في الجميع. البحرين شاركت في حرب اكتوبر، البحرين تشارك في جميع
حريصة على أن ما يمس أي دولة عربية يمس البحرين. نحن نقوم بدور قومي عربي حريصين على الأمن القومي العربي. البعض يرى بأن الاتفاق الذي وقع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران جاء على حساب مصالح دول الخليج بشكل كبير. نحاول أن نرى أي بوادر إيجابية تخدم المنطقة. لذلك أنا ذكرت في لقاء سابق بأن منذ توقيع الاتفاقية إلى اليوم لم نرى أي بادرة إيجابية على سبيل المثال من إيران، بل نرى بأن اتفاق عليه نحاول أن نرى أي بوادر إيجابية تخدم المنطقة. لذلك أنا ذكرت في لقاء سابق بأن منذ توقيع الاتفاقية إلى اليوم لم نرى أي بادرة إيجابية على سبيل المثال من إيران، بل نرى بأن الهجمة الإعلامية مستمرة وما زلنا نراقب الوضع. هل إمكانية المصالحة أو الحوار مع طهران وارد؟ أخي العزيز، قلناها ونقولها دائما، نحن نحترم الجوار، نحن لا نتدخل في الشؤون الخارجية لأي دولة، هذا مبدأ نعمل عليه، والبحرين ودول مجلس التعاون والدول العربية كذلك. لذلك نرفض أي تدخلات خارجية، ليس لدينا أي تاريخ عدائي مع أي أحد، بل بالعكس نحن دولة سلام ونسعى للسلام دائما. لو عدنا للعلاقات المصرية البحرينية، هل المستثمرين ورجال الأعمال الذين رافقوا جلالة الملك لديهم تحفظات على أجواء الاستثمار في مصر؟ أي مستثمر دائما يرى التشريعات في بداية الأمر، لذلك الأخوة رجال الأعمال لما التقوا مع أخوانهم هم يعملون في بلد واحد، يسعون من خلال تكامل اقتصادي واحد، محاولة تسهيل الاستثمار. فرص استثمارية كبيرة موجودة في مصر وفرص موجودة كذلك في البحرين، لذلك هي متاحة أمام الجميع اليوم. مناقشة أي تشريعات تسهل هذا العمل تأكد بأن جلالة الملك وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هم أول الداعمين لأبنائهم، أبناء الشعبين، للعمل بحرية، للعمل بحرفية، للعمل للوصول إلى استثمارات أفضل تخدم البلدين وتعود بالنفع على المواطن البسيط. نرى بأن هناك تحولات إيجابية تتم الآن في دول الخليج، وتحديدا فيما يخص عدم الاعتماد على النفط في السنوات القادمة. نعم. ويبدو بأن هذه رؤية يعني يبنى عليها الآن في عدد من العواصم الخليجية. حدثنا عما يدور في الخليج الآن، هل الخليج في اتجاه فعلا لتقليل الاعتماد على النفط والبحث عن بدائل أخرى؟ ما في شك بأن انخفاض أسعار النفط تركت تأثير كبير على جميع دول العالم وخاصة الدول المصدرة للنفط. لذلك نحن من خلال مجلس التنمية الاقتصادية هناك خطط وهناك خطة اقتصادية واضحة نسعى من خلالها عدم الاعتماد على النفط في الفترة السابقة وتنمية الاستثمارات اللي القادرة على مساعدة الاقتصاد أو استقراره دون انتظار ارتفاع أو انخفاض النفط. وبهذه المناسبة نحن نبارك للأخوة في المملكة العربية السعودية الرؤية التي أطلقت قبل يومين، رؤية ثاقبة، رؤية 2030 تأتي من خلال إحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق هذا البلد الشقيق الكبير، لذلك جاءت في وقتها الآن، وأنا كل ثقة بأن كل الإجراءات التي تتخذ في دول مجلس التعاون وحتى في الشقيقة مصر من خلال التقائنا بالأخوة الاقتصاديين هي إحساس بالمسؤولية ونظرة ثاقبة للمستقبل. أجدد شكر لحضرتك، لك مني كل الشكر. شكرا جزيلا. شكرا.